أولا، هذه الولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي لها القيادة في النظام الدولي، لا أعتقد بأنها تذهب لتتعاون مع أي مؤسسة أمنية بأطر. هي تعرف مع من تتعاون، بمعنى تنشئ حلفاء وتتعامل مع حلفاء الذين يساهمون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. المغرب هو فاعل أساسي، حليف استراتيجي ضمن هذه المنظومة العالمية لبناء الاستقرار والأمن. بالمقابل توجد دول أخرى أنها متهمة لا تتعاون. نعطيك مثال، هنا الكثير من التقارير تشير بأن الجزائر هذه اللي في جوارنا لا تتعاون على المستوى الدولي، لا تقدم المعلومات وأحيانا لا تملك المعلومات، بل أن هناك إشارات أن لها علاقة بالتنظيمات الموجودة في منطقة الساحل. لهذا لما نتحدث عن المغرب كقوة إقليمية أمنية صاعدة تقدم معلومة على المستوى العالمي، يأتي مدير المكتب الفيدرالي وقبله مديرة وكالة استخباراتية أمريكية، هذه مؤسسات لها دور على المستوى العالمي وتقول بأنها تتعاون مع الشركاء، تقارير ديال الذين يقدمون لها معلومات، بمعنى يقدمون معلومات يقدمون خبرة. المغرب له مدرسة أمنية لها خبرة كبيرة تساهم في الاستقرار على المستوى الإقليمي. شكرا. مقابل أطراف أخرى لا تتعاون، بل أنها تنشر الفوضى. ونتحدث مباشرة عن النظام العسكري الجزائري. شكرا. متهم على هذا المستوى، وهناك تقارير تشير إلى هذه النقطة.